تمام، ستطلعنا على أبرز العناوين التي تصدرت الصحافة الصادرة هذا الصباح. مجددا صباح الخير. مجددا اهلا بكم مشاهدينا، ومباشره نبدا عناوين الصحف من صحيفه الوطن السوريه. وجاء فيها: مطار كويرس يلقي تحيه النصر، الرئيس الاسد لابطال الجيش، قاتلتم وثبتتم، صمتتم وضحيتم، يقينكم النصر وعقيدتكم الوطن. الجيش يتقدم في الغوطه ويستعيد المحالج جنوب مرج السلطان، والارهابيون يتهاون بالعشرات، وداعموهم يترجمون افلاسهم بمجازر جديده في اللاذقيه. اما صحيفه الثوره وجاء فيها: اتفاق امريكي تركي على دعم المعتدله وتكثيف الضغط على التنظيم. انباء عن مغادره حلفاء الولايات المتحده في التحالف الدولي سماء سوريا. صحيفة الأخبار اللبنانية عنونت: مطار كويرس حرا، مرحلة جديدة من معركة حلب الكبرى. ونبقى في الصحف اللبنانية وإلى صحيفة السفير وجاء فيها: حملة مقاطعة بضائع المستوطنات خطوة أوروبية ترعب إسرائيل. أما الرأي الأردنية فجاء فيها: الاتحاد الأوروبي يندد بتراجع دولة القانون وحرية التعبير في تركيا. أما صحيفة الحياة اللندنية ففي أهم عناوينها: البيت الأبيض، أوباما سيبحث الأزمة السورية في قمة العشرين. وإلى الوسط البحرينية وجاء فيها: الرئيس الروسي وأمير الكويت يؤكدان تقارب المواقف حيال قضايا المنطقة. أما صحيفة الخليج الإماراتية فعنونت: برلمان فرنسا يصوت نهاية الشهر على تمديد الغارات في سوريا. موسكو استئناف الرحلات إلى مصر بعد رفع المستوى الأمني. أما عناوين صحافة العدو الإسرائيلي وجاء في صحيفة معرفة: لقاء أوباما نتنياهو كان بروتوكوليا ولم يأتي بجديد. صحيفة يوديعوت أحرنوت: نتنياهو تعلم الدرس ولم يذكر الاتفاق النووي الإيراني. وأوباما ودع نتنياهو بجود باي للمرة الأخيرة. الجيش الإسرائيلي ينصب كاميرات مراقبة على مفارق الطرق والشوارع الرئيسية بالضفة الغربية. أما صحيفة هارت: العشرات يتظاهرون ضد نتنياهو خارج البيت الأبيض. والوزير بينيت: الحديث عن إقامة دولة فلسطينية خطأ تاريخي. أما القناة الثانية: نتنياهو طلب اعترافا أمريكيا بضم الجولان المحتل ولم يتلقى جوابا من أوباما. القناة العاشرة: أكثر من نصف اليهود يؤيدون سحب حق التصويت من العرب. نعود ونلقاكم مع مقالات الصحف، أما الآن عودة إلى متابعة يحدث اليوم مع سفانة. إليك سفانة. شكرا جزيلا ميس على هذه العناوين المختارة تصب في صلب ما نتحدث